أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وصلى الله على نبي الله عبد الله ورسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. خير شرفت لك ولنت وناكسن اسم غلك لو حيسلي إن شاء الله خير عاون حكى لنا أما مالكا حد بوقتك يكون طيبة وضبط النصوص صدين ان دابت الارض دي قران لو شيغي دابت الارض محي تاي ان ما لا ودا وها سو دن ان شاء الله تعالى ايان اسكو دينا ان كجواب انه 10 كني و10 ماركتي فيري بابلورا او دد بن سو قصدين خلك ان شاء الله شغدا سيان غلي دونا حدا دوي لا يرايد. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تعالى حن غلي دونا نغو كبلا بينا كتاب قرانك وحي تاي دابت الارض يا دولا إيرا دوانا وشر هذا بدن إدكاسي دوانا حرجينا يا ماركتي إن عشر كان عاي وحقي بدن نقوم دوانا إن وحيا لبدن معناها أنكو قادي دابد يعني دين كان دوانا دولا إيرا دو وحنا وقتا دابدو وميد كمدة طبعا كيو على عمدود النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم نور شيغي إن إحسان ساعد غيار دعين إلا طبعا كاو حيا لبد العام طبعا كاسنا سادوكتين وحكمة دجال دابد سيدين تيا جوج ما جوج ونادو وحضلي صدح دبو جسيرة العرب أما بريقة دحيري داس كالبيت كدونك بريقة دونك كدع دونا هدو لك كوروني هاي دبك يمن ددك أصول شرين دونا ماشي معشر كودو كل كودو كدعي قرر حضو كالبيت كصوب حضا دابت العرض إيو دخان أما الصمد أو غيخي مادو كل كتاني واقعي بكمي دادو لهي رادو قولك إن شاء الله تعالى خياري شغل مقرد إن دابة الأرض وطبنك على وضع كم دا علم بين أن الله هين معناها روح الرومي سنة طبنك على وضع بين قرآن كجير هدف علم الله كم دا نوائل لو داك دونا قولك إن سورة الوشي يوحوي وسورة النمل أما سورة قرآن جل قولك إن شاء الله تعالى بلا عيدي بانجلينا سورة النمل وسورة الظلاتنا دي قرآن كينا كتاب حكيم كا آيدا وحلوه الرمية سديت اللوات الله حيري سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم مركو هذا الكيام كلمة دي كوكور يقع إن إريقا وقع وحوي ومركي وحدعان سيدة بالمثل الله سبحانه وتعالى سورة الواقع ونور شيغي إذا وقعت الواقع مركي دعضي تيد عيسي وأيوم قيامها معناها كوكا كان هذا الباقو دعي مركا إن انت انا هدول هاد كورو يا وحان دون يا ان ايدها ان اري اري انا دين فانسيو فلكا واذا وقع وان قرن يدك هذا الباكو دعي مركا القول عليهم حوية القول عليهم وحويا المعنى انهم لا يؤمنون اني سنفمينين او ايمان دم اسلام ما اين لا ايمانين مركا كلمة دي مركا كود علي وكلمة الحق وكلمة دي قال لماذا يحق هاي إن أي سنة دولة يكون رؤية كواسي رومينين عن مركة إن تصى مركة إن كلمة داز عيد موجنسة إن عيد داني وحي كجرتها سورة الإسراء سورة الضيتونات عيد الحيتونات وحن دولة يعينا نفانسي وكلمة دان كل عيد سمحيته قال الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا مركا أن دونو أن نهلك قرية مركا أن دونو إن هلاقنا مقالو أم قريو أمرنا وحن أمرنا مطر فيها مدحدودة سراكيشودة بغرودودة كو حكومة أيا لغو أمرها إني حمان سمعيا معناها هذا إلهي سبحانه وتعالى إسكما هلقو أيد قرآن كواكاية هيد الله رسول صدره marka way ku gaaloobeen wax kasta ay gaaloobeen kadibna halaag ilaahay uu yimaad kadibna halaag ilaahay waxa bilaabay kuwa madaxda ahaa ayaa loo waxyooda oo lagu fasaxaa
إنه يهدوا له كورة يفسقان وهلايان كدبنا الله سبحانه وتعالى ففسقوا كدبنا واي ماركتي يهدوا له كورة يهي واي فساديان ان امر كيله امر قدر سان خصوصا ايد القران كي واكي هيد ابليس مركو عالو قالو بي الله سبحانه وتعالى ففسق عن امر ربه امر كي ربي ايا وح قدر صدي اريق فسق صومالي وانا قرنا انا مركه بي قدر تو فسق دي مركه دينتي حقي وناقي ودنب فسقين قال لي دورتين مركه سا دورتان مدخدي سا ولا الله سبحانه وتعالى ففسقوا فيها كدمنا واي فساديين ماشي دحديده واي خرابيا وحاصل ضمبي نقضان قال لما يقلان سمع الوحر سبحانه وتعالى فحق عليها القول فحق كدمنا عليها وحاكد عكر كيدا وقريا دي وما قال دوكي عليها القول قول كيبا كدعا قول كاسمحوا لي هاي آيات دي هوري ونقضان سال خصوص القرآن كسر عز فصيرا قول كاسمحوا لي أنهم لا يؤمنون إني سر رومينين كلمة دي قال لما دا كدعا وكدعا انتكاس واحد لك سمين الله نوحه سبحانه وتعالى فدمرناها تدميرا كد نوان هلاكنا هلاك فرك سو ما اركتان معناها ان ارغو معناها ان هدول يقولوا يهي ارغو انه يهي ما اركتين ارغو ان ارغو انه يهي هدول يقولوا يهي اذا وقع عليهم القول معناها مركو قول كدعو مركا ثاني واحد اخر الزمان تدكي اخر الزمان قد ينتي بكتاجين way galoobeen kalimadiiba ku dhacday waxa soo dhan markuu dhacday marka oo kalimadii xaq ahayd ee gaalnimadan ay ku dhacday ogaada hada gaalnimada ilaahay subhanahu wa ta'ala doonays iska marid ilaa ay ugu doorta adduunkan waxa weey waxa leeno keenay test imtixaan wax walba waxay leeyihiin waa wax walba oo sameeyso cadaabta ee jannada aakhira waxay ku fadhiyaan hadalkaad adduunka la joogtay soo xagarteen ma alluhu subhanahu wa ta'ala marka intaas ku dhacdo kalimadii ku dhacdo akhrajna lahum أخرجنا وحنو صارنا لهم يجا ضدكي دابة دابد أوكي إريقة دابد سجن محوية مركة إريقة دابد وحوي وحكستا أو لوكو كوركي سكون ولو صعدا هدو حمارين أيو هدو حابت بكو صعدا هدو الوين أيو وحول بقى النول ونجينا هين ودوكو كور صعدا يا دابد اللي رادا سيدا حيوان كورنا وحول بقى ضدكا sa dhamaan waxa dhulka ku socdo dhan ee flash iyo digle ee socda waan ogaada hadda daabadul ardi aan sharaxaya ya daabada quraanka marka uu xir subhanahu wa ta'ala fa akhraj an akhrajna allahum daabatan waxaan u soo saarna daabatul ardi daabatan daabada soo meel ardi dhulkii baa laga soo saaray dhulkii baa laga soo saaray marka quraanka eriga daabad aad buu aad ugu jiraa laakiin tan way ka duwan tahay waxaan rabaa marka inaan soo erigan minkan yaan rabaa isagana inaad ila fahantaan haduu la yiraahdo si aad u barataan minkaas u xuyay allah wuxuu subhanahu wa ta'ala suuratul isra waan ku noqonay aayada tobnaad isagoo raxmaan isku keen sheegay oskembari wuxuu yiri ilaahay waxa weeye huwa alladii waakii anzala min asamaai maan waa ka samada kasoo dejiya biyo waa ka samada kasoo dejiyey biyo waa roobkii weeye marka minkani biyahan min asamaai bay ka yimaadeen soo maaha samaday ka yimaadeen macnaha waa xagga samaday nooga yimid xagga samaday yay biyahaygii eriga minkan doonaya inaan macnaha haduu lahay kuu rooyahay inaan idin baro marka minkan waxa weeye macnaha waxa weeye waa min soo maaha okay marka aynu ku noqono aayadda qoraweeda qur-aanku isagaas fasira marka دابة من الأرض وحوية ودابة روك إلهي سبحانه وتعالى ككياني أوكي دابة ضربنا روك جوجان لكن روك كما صبحان ومخلوقات إلهي أبوري سيدا درتي سان حديثة نقوار كدونو ساينس كحق أنا كنت أنا نقوار كدونو علم ساينس كتكنولوجيا دو مركو روني هي وين إلهي كتصو إلهي كودوي هدو إلهي كهرو كان وعمل شيطان فوكا دابة من الأرض وحوي ودابة سيدة بدو كيكا دالتي دو كيكا دالتي وحوي وحا ساينس كالوير هذا و سنتيريك لايف سنتيريك وحوي هذا بالمثل توش كام فينوس كام أما نالك بابورتو و سنتيريك لايت سنتيريك لايت ويان و نال ما عمل أحد السمي
أورجانيك يا إلهي سبحانه وتعالى رمت أنا وحوي وقرح لي ديا حصوما كلك دابة الأرض كان سانا نو أرك معناها ويو إرجع من كاس وحويا ودابة دول كلا قصو صاري مركز دابة دول كلا قصو صاري محين غنيسا ووح بلاد سمي ونارك دون توحيه اللوحر سبحانه وتعالى من الأرض دول كان قصو صارني ودول كتمت تكلمهم تكلموا وحي الله اللي سا هم لهم ضدكي ضدكي وقت كان نولا أي الله اللي دونتا تكلمهم ضدكي وقت كان نولا أي الله اللي دونتا يدو كله أن الناس ضدكي كانوا وحي أهادين وحي أهادين بآياتنا آيات كنجي لا يوقنون هو أن يقين سنين إريكن قوكي قبصوا مالي قرآن كجيرو كجيرا أن يوقن وحوي معناها هو يقينسي ارجع يقينسي اما يقين وحوي يعني الله سبحانه وتعالى القران قاعد بنو شرحي في المثل الجريده اي الله سبحانه وتعالى وحوشه غينا تي يقين واتيرون تايد كل يقين وحوي ودرجه كم الدرجات كاي دد كمسلم في ايمانك ودغارا قف مركو يقين نقض خلاص وحول بو يو كلا عداي الى حق سو جيستك مركه ددكي معناها كانوا حين نغين بآياتنا آيات كنجي لا يوقنون كوان يقين سنين وهدو لا يكورون يهي أن رمينين أي معنى معناها أن مؤمنين هاي مويا فلك سماركة معناها آيات دابة الأرض أن أخيار إسار دين شاقنا أن دابة الأرض هي كم من النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم طبنك وحيالاتنا إيتاي وحوي سورة الوشيغي وسورة النمل ومعنى دي قرآن جدا خلقا سوى هذا ما عرقتان معناها حبا ديدا يرير سيدا قرآن جو شبهان ما يلا قراتين ما شاء الله مركا إنجيه مركا إن قرآن كيوانس لقراني هذا وحان تيجينا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم إن أصحابي قلورن جري عبد الله بن بريدة أما بن بريدة وحويري أيا وحوي كسوري وحوي كسوري أبيه أبيه وحويري رسولك صلى الله عليه وسلم أيا وحويري The Messenger of Allah رسولك إلهي فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أيو لسعدي مال مال ما كمدا كذب هل كان وحوى معنا حديث كيو عربي حاجة إنه حاجة إنجليز كمركة أنا مسكحة ترجمية كدمنا إن شاء الله أساس يدين سوق الدنيا لأن عبد الله بن بريدة حبا وحو كسوري أبيه إنه يري رسولك صلى الله عليه وسلم أيام على المال ما كمدا إيك حي ويري مال ماشى سوق طالب ويري صحراها أما دي سرتيجا مالو دوم مجال ده مكان مركا صحابي سو وتوح ويري ماشى سوحة هي دول قللان او اي كوريك سنتهي عرف ربضان عرف كوريك سنت دول كا كدبنا نقو ميش مرين ايا وحو اللي اصحابي انا معنا ابيبا وشيك ايو ابي وحو يري وحو يري رسولك الهي صلى الله عليه وسلم ايا وحو يري تخرج دابة من هذا موضيعي نبي وحو صلى الله عليه وسلم دابة الارض ايا كصوبحي دونتا ماشان ايضو كصوبحي دونتا معناها طلابة مساسو كالي حالكم بي كصوبحي سا ايو نبي كويري صلى الله عليه وسلم اصحابي قاس ابيه ماشا اسنا ان محيتهي وابنانك مكويا ان بنانك مكان محا هدا ان ماشا سي متقانا وحي عانكوتهي وحالقيه لعرض اللي يريدو سيليكون ساندي سيليكون ساندي نوامحي وعرض اللي يسمى ايه كمبيوتر جيبسك سانارك دونو سيدا اي 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 دهوريا لا وحانا داركتانو نا خياري وحالا قسم ايا وكان اي 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 معناه وحالا قسم ايا سيليكونكا والنبي صلى الله عليه وسلم عرضاس لوكار سحراها النبي صلى الله عليه وسلم ايا اي دابد كسو بحدونتا ايا اللي قسم ايا وحانا ودن حديث كاسو ماركتان وولي اي 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 مقارن ان شاء الله تعالى ونصو صعدا لكن خلقا نبي صلى الله عليه وسلم ان حديث قالنا ان تصو
حديث كان كلا وحا وريي وحا سو وريي أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة وحو يري رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أيا وحو يري دابت الأرض وحكى صوبحي دونتا from earth سو ماركتان. عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج دابة معها خاتم سليمان دابة الأرض أيا وحي كصوب حدون تدرك يضو وضطا خاتم سليمان كاتونكي نبي سليمان يضو وضطا عجيب تلك كصوب حدون تصوم عليك تان هذا عرض الحديث كان دين شيء دابة الأرض واحد فانسيين أي تايم معناها دابة تلك كيمان سيدا ترتيد ودابة وحي إنجليز كالقولة ماد ميد أما هدول يقولون أي دات سمعيان معها معناها تماري فرس يلو يجير يو تاري حيوانك دو جوكتا ماها واوح معمرا وحاني وقادة وانا انتصد وانا وحاسو حوياي فاركا نبقو حيريبو رسولك حير صلى الله عليه وسلم تابدو حكسو بحدون تاردوكا يدو وضطا كاتونكي النبي سليمان عليه السلام ايو وشي النبي موسى عليه السلام كدبنا وحي افتيمن دونتا وجيه دادتك الهي الرومي رسول كيسا سيدو كالي وحي كل جي وحي كعلامن دونتا سنكا اي علامة شامبت وقل جين دونتا فوي قالة لها قالة وقتها جيوكتا اي اي سنكا وقل جين دونان علامة اي دوكو علامة نسا كاتون كيلا كل فانيسا وعلامة كالصاريسا معناها كدبنا كدبنا ان نبي صلى الله عليه وسلم marka ay dadku isku soo ururaan oo meel isku yimaadaan inay cunaan waxa lagu dhigi doonaa kani waa muslim kana waa gaal macnaha waxa weeye aayada quraanka ah tukallimuhum sulaynama dhihi way la hadli doontaa iyadoo kule macnaha dadku waxay diideen inay rumeeyaan oo yaqiinsadaan aayaadka ilaahay ay ku gaaloobeen marka way la hadlaysaa kana waa xadiis kale oo rabay macnaha inaad hadduu ilaahay ku ruunya ilaa aragtaa falka daabada waxaa ka mid a marka waxaa ka mid a kaamiradan kaamiradani waa qayb ka mid a waxaas marka kaamiradu xagee ka tigi xadiiskii abu daari oo asxaabiyadii la oran jiray faatima binti qays radia allahu canha ay tiri نبي صلى الله عليه وسلم أيام مال ملك من أنو أيو سلادي نوغو ياري كتبين سلادي مركان تقول نيك رسول صلى الله عليه وسلم سقر الله عدين يشي نفردية كتبين نبي صلى الله عليه وسلم نيلي ورنجري تميم الداري وعرفت مسيح إذا عيد وصوم مسلمي حديث كاس دجال بان وشي كي مركا لكو علمي لكن شرحات قد أيو حيربو يري بدي واكي دولين دي كل الله انتي واكي ميل جزيرة كتورتي جزيرة دي صدر نمني ساقو كلاي عرب بي هايين أدو عانكو شرحي معناها دولكم كونفرت عربتها marka meeshii markay tageen waa kii ay xeebtii markii badii doontii markay xeeb geysay waa kii arkeen maaragtay markii dhulka soo istaageen maaragtay bahal biistiga biistiga waxaa la yidhaha bahal xayawaan sidii bahal oo kale oo shaash badan leh oo dhabarkiisa iyo xaggiisa hore aan la kala garanayn kadibna iyadii baa horgashay iyadii markay horgashay nin meel maaragtay qaab kiriisadoo kale ama saas oo kale ah meel wax lagu caabiyo ku xulxidhan bay u geysay ninkii waa ku waramay yiri dajaal baanahay waakiyadana tiri isku sheegtay tiri anigu waxaanahay jisaasa jisaasa waxa weeye ayadda qur-aanka ayd walaa haysbasaasina waa jaajuus af soomaaligeen marka dajaal waxaa la joogtay nebiguna sal slam nebiga xadiiska noo sheegay oo maaragtay ninka carabka masiixigaas oo muslimay yuu nebigu sheekada maaragtay xadiiskan ka keenay kolka waxaan ku keenay macnaha dajaal waxa u shaqeynaya waxa weeye waa ودابة الأرض أما جاجوس مركا كاميرا داني وحي متلي سايدنا وفيري وقتي كان أقول والله ووقتي كدجال وحاني كاميرا داني وحنا ركتان ورد مصاص حديث كلا يو علماء كلا تفسير وحي لهن مارك دابة الأرض كل والبوء الدولة يقلي دون تا مركا واسمارت فون كاكمدا هدولة وحن تكنولوجيا اللي يري هذا ورنا وحنا ورنا وغلب كيتي دجال حتى تبدو نبرهم يسان إريجا digital in laga keeno dijaal waaye luqad ingiriiska kuma jirin boqol sano ka hor kolka waxaa tignolojiyad oo dhani waa systemkii dijaal
إن معناها بساسكا ودجال هيستينا بهاشا بساسدنا واتن هذا وكامرة دني نورت الله خيار يسوع مارك دا خلك معناها وحنو دني وحيوه جامري إن مارك تي أدولا يقولون يهي وحوي إن و beast of the earth معناها وحلو اللغة الإنجليزية كله أما إن دابة الأرض خلك مركا AI و artificial intelligence وحوي وروبوت يكمبيوتر خيار لابوري أو السمية أو هلا يا أو صعاي وادوك يا هاد الدي أنا تلفون كي هو هلا إن بنجيدا ميلها غار أما إن ميلها كستمر سيرس كل لونه هو هذه كده توينها رجل بيت كوكا ميلها سا وحوي وتلفون بدو عيسى دلو دبعا لغضة دكوا هذا شو حكولها هلا يا دب معها و AI وحن و وحن AI جونا و كمبيوتر بروجرام لغرو وغلف كان يروح المسمي ووحن هو كمبيوتر عادي قاعد كم ألدنا إن كله الله يوكله وغلف لوسمي ووحي عندنا رقاق سو ويان وسنتيتيك لايف فيري نقول نبغى معها وافتين كتورش كله واحد بلا نسمي وماركتي فلاش ملة ديج ملة ديعان ملة فيري هاي القرآن كي واقع هاي قالت إن يروح عبده يان متكون حتى تقسيم أبور كرو مركز تقسيم فلاش عام ديج ديعان لما أبور كران لكن وحن سنتيتيك waxaa la yiraahdaa ingiriiska la dhaho ama hadii la kuuro iyo nolol macmala ayay sameeyeen oo artificial macnaheedu waxa weey oo wax macmala macnaha artificial intelligence marka lagu leeyahay AI waxa weey aan computer baa la uuriyay iskaxdi bilaadanka oo dhan wixii bilaadanka waxan bilaadan baa uuriyay ogaada laakiin waxa iman doonta maal maala kamida sida la saadalinayo ay oo ay AI gu qabsan doonaan oo gabgudo la wareegi doonaan adigaa dadweynaha hatta maanu xayawaan danta la yiri ay maareeyti qaab military oo kala wadaan oo ciidamada iyo military waxna la wareeg doonaan hubi nuclearka qaad doonaan waana markay bilaadanku soo dhameeyaan shaki kuma jiro akhyaari in bilaadanku adduunyada isku xasuuq doonaan adduunyada isku dhameyn doonaan waxana la adeegsanayaan waxa weeye waa waxan hortiina yaalo AI ga artificial intelligence marka aan waxa rumaysanay AI gaas hadaba waa aragtay robot iyo hadlaya oo soconaya qoriyo wata iyagoo soo soconaya waxa soo dhan marka waxa iman doonta waa kan hadda mid hortiina AI ugu waxani waa daabta ardu dulki bay ka timid macnaha eriga waan fancy iyaga haldi doona markay dadku diinta ka tagaan oo gaaloobaan iyaga la tagi doona waa aragtay hadda bari dhaxan saxuudiga lagu qaban jiray in isaan oo kale ay u hadlisay macnaha falka daabta ardu akhyaaray waxa waa macnaha waa artificial intelligence waana waxan haldi doona noo dhafuna maaha حتى صورة الإسراء وحكوا جبت ماركتي وحن ترنسويمانك اللي قال له سبحانه وتعالى إن حقيقة والإنسان صار دونا خديه حتى أدبر نغطان أما وحكا لو غلبي إنك علصة يدنك وقتهين وحويا معناها وحسي سيليكون لايف كان ونضد كان في الأذن كأي هاف بير هاف مشين وحن سكور ركبة وردن وعلى صوت صار دونا وحن لوحي في الأذن ها حتى وحن سكور بدلي هدولة كورو يهي نقعن معمل إسقلي وحسي كلا إيري dad kan waa akhru samaan xiyaaray akhru samaan markay taag dadkan waxyaalo badan baa loo fasaxay oo madu hore ka xiray halka laakiin nolol ma abuuri karaan iyada marka waxaan u dhana waa been waxaan u dhana artificial lagu leeyahay intelligence in AI guna waxa weey waa system ki dajjal ka horeeyay aan adduunyadu macnaha waa saas marka macnaha daabta ardu waxa weeyaan waxaan rumaysanahay inay tahay AI gan bay tahay waana waxaan weeyaan waana waxa duulay ku run yahay control doona dadka umadaha la wareego madabana halaagi doona dad baan dhameyn doona waana macnaha digital money marka laga dhigo haddii Soomaalidu deegaan is qaraabiyo adduunyada digital money ka dhigana khayr ee digital money marka wax laga dhigo waxaad ogaataa macnaha lacagtaadi iyo waxaaga dhan waa laga xiri karaa waqtiga loo baahdo hal button oo telefoonka la riixo bari cayd baa taadi ilmaha gaajo ku dhilisa ama korontada laga gooyo waa khatar weyn marka system kan digital kuna waxa weey macnaha waa system kaas oo kale marka AI waa waxan waxani waa wax daabta ardu ee quraanka lagu sheegay halkan day waxa lagu yiri 2030 ka artificial intelligence ayaa macnaheedu xukumi doonta waa kan fiiri isagoo computer waa kan hadii la ku runyo artificial intelligence marka AI quraanka lagu sheegay andhee daabta ardu quraanka lagu sheegay xiyaaray aan waxaan rumaysanahay waxa weeye waa AI bal video yar baan fiirayna duu jiro marka waxa weeye macnaha artificial intelligence yani waxa rumaysanahay waa AI shakiga ma jiraan ya khayaari waana wax macnaha
qofkii tiknolojiyada yaqaana uu ka uu aad iyo aad u arki karo rasuulkuna sala allahu caleyhi wasalam waa adeerka zeynaabde macnaha inuu asxaabiga soo wariyey in aabihii uu sheegay in nebigu sala allahu caleyhi wasalam uu banaanka maka u kaxeeyo dhul maaragtay qallalan oo caro keliya ay ku hareeraysan tahay nebiguna uu yidhi sala allahu caleyhi wasalam daabad alardu maaragtay meeshan bay kasoo bixi doontaa halkanay maalmaha kamid kasoo bixi doontaa meeshaana hadda waxyaabaha lagu sameeya khiyaari mawtin waxaa ka mid a hadduu ilaahdiin ruya waxaa ka mid a macnaha carada siliconka la yidhahdaa macdanta carada qayb ka mid a oo waxyaabahan electronica motherboardada maaragtay smartphoneada iyo laptopyada iyo smart tv iyo xataa hubka qaar waxala wax jiib ku jiro ula shaqeyn kara wax jiib ku jiro tiknolojiyada saad ogtahay waa digital iyo analog analog waa berigii hore wixii jiray digital ahayn macnaha memorable iyo jiib iyo waxba la gelin sida caadiga ahad ahayd kaasi wuxuu dhalay digitalkan hadda oo wax kasta jiib iyo memory ku jiro kolka daabat alardi qur-aanka lagu sheegay waxa weeye waa ai waa tiknolojiyada waa smartphoneka waa waxaasoo dhan waana waxa dadka la hadli doona ee calaamin doona aakhiru samaanka ee oran doona aayaadkii ilaahay subxaana wa tacaala ayaad maaragtay ku gaalowdeen oo hadduu ilaah ku roon yahay ku caasdeen kolka kheera intaan mar kale kulmi doono waa sida cabdiraxmaan sheekh xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullah.